أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي حوار بيني وبين الأخ طه، يمثل الطرف المسلم وأنا أمثل الطرف الملحد، يعني وأنا أتمنى أكون قادر أن أمثل الطرف الملحد. طيب بالبداية خلونا نرحب بالأخ طه. أهلا وسهلا بك طه. أهلا وسهلا حبيبي، أهلا بيك وكل الأخوة المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. أنا سعيد جدا إن أنا النهاردة معاك، يعني وأتمنى إن الحلقة تبقى جميلة والناس تستفيد بيها. أهلا وسهلا طه، أهلا وسهلا طه. ممكن بس بطاقة تعريفية مختصرة عن حضرتك؟ تفضل. أنا اسمي طه عبد الحميد، أنا من مصر، من صعيد مصر، من مدينة الأقصر، وأنا دكتور نساء وتوليد، أخصائي نساء وتوليد، متخصص في العقم بصفة خاصة يعني، وأنا مسلم معتدل يعني مش إرهابي. لا لا لا، انا اعترض على ذلك. انا متاكد انك ارهابي. ارهابي صغير بس. ارهابي صغير ممكن تنفجر باي دقيقه، يعني ما عليك ضمان. اذا أنت ما عندك ضمان الكتروني اعطيني اياه. ما خدتش الفرصة إن أنا أبقى إرهابي كبير لسه. طب فمعي سلاح. خلينا نبدا باسئله انت تطرحها انا اطرحها، نتناقش في مواضيع يعني أولاً بسيطة. أنا قبل تفضل. الأسئلة بعد إذنك حبيبي، يعني أنا في مقدمة بس كده، يعني كلمتين عايز أقولهم يعني باختصار شديد. تفضل تفضل طه. اي اتنين في الدنيا بيتناظروا مع بعض، كل واحد بيحاول يثبت للتاني وجهة نظره، المفروض ان كل واحد بيتمنى الخير للتاني. انا كانسان مسلم اؤمن بالاخره واؤمن بالحساب واؤمن بالجنه والنار، وعايزك تبقى مسلم زيي، فانا بحبك، عايز لك نهايه سعيده، مش عايزك تبقى في الجحيم الابدي، عايزك تبقى في النعيم الابدي حسب معتقدي اللي انا بؤمن بيه. يتكلم معاي، بينظرني، عايزني اؤمن بالمسيح ان هو الاله. انا اؤمن بالمسيح، طبعا اؤمن بالمسيحيه، ولكن اؤمن بالمسيح كعبد من عباد الله ورسول، وهو ليس الله. تمام. انت لما بتناظر احد المؤمنين عايز تخلصهم من الخرافات والاوهام وعباده الغيب وكائن اسطوري غير موجود هو الاله، هذا طبعا من وجهه نظرك انت. دائما يعني كل واحد عايز الخير للي قدامه، عايز يوصل له الحقيقه اللي هو مقتنع بيها، فبالتالي المفروض ان المناظرات بهذه الطريقه يعني تكون في، يعني الحوار يكون محترم، الحوار يكون يعني مهذب، الناس تكون بتحب بعضيها. لولا انا ما بحبك وانت بتحبني اكيد مش هندعو بعض، كل واحد هيدعي الثاني للفكره بتاعته. للأسف يعني يعني بشوف بعض التعليقات يعني من المؤمنين على الملحدين ومن الملحدين على المؤمنين، يعني التعليقات بمنتهى السوء وقلة الأدب وأخلاق منحطة. تمام. يعني المفروض إني أنا بوصل لك رسالة أنا مؤمن بها، فأنا عايز لك الخير. يعني ده اللي نقصده باختصار، يعني إن أنا بحب جان وعايزه يكون في الجنة، ومش عايزني اعيش في خرافات، فبالتالي الطبيعي يا عمي ان احنا نكون متوسط. شكرا على هالدعوة هاي بصراحة، يعني أنا بس بدي توصف لي الحريات بدك تعطيني إياهم، مشتاق لهم بصراحة. تفضل. الحوريات ليس يعني هو مش عارف، هم يعني دايما الملحدين بيتكلموا على الجنس في الاسلام، وان الاسلام يعني عمل الجنة فيها حوريات وبس، يعني فيها قصور وفيها أنهار من ماء، فيها يعني فيها كل شيء. يعني أنت ليه يعني؟ طيب خلينا نتفق أو نختلف يعني أنا وأنت، بس متهيألي الكون كله متفق إن المتعة الجنسية من أعظم متع الحياة. تمام، أنا معك أخي طه. بديهي 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 جدا يبقى للمكافأة الربانية في الآخر يكون فيها يعني شيء مميز بالنسبة للجنس، يعني ايه العيب في كده؟ مش فاهم انا ليه الموضوع ده. انا طيب. حاسس انكم بتحقدوا علينا يعني. هو احنا بنحقد عليكم بشكل مش معقول يعني. طيب اخي طه، ممكن بس تساوي ميوت للميكروفون مشان اتكلم انا ومشان ما يصير صدى. اتفضل.
على كل انا متفهم كثير، يعني كل المؤمنين طبعا، اهلي مؤمنين، الناس اللي حوالي، جيراننا. انا مخلوق مولود اصلا يعني في بيئة اسلامية بحتة. والدي كان شيخ، يعني ما هو بعيد عن الجو الاسلامي نهائيا، ومقدر تماما شو العاطفة اللي عندك اللي تدعو الناس للاسلام، وبدك نهاية سعيدة لكل الناس، وبدك نهاية يعني التخويف الموجود في القرآن وفي الإسلام، يعني ما بدك إيانا نتعذب بما وعد بكم به ربكم يعني. بس المشكلة إنه اللي أنت عم تدعوني إله سيد طه، أخي طه، يعني إذا قدرت أسميك أخي طه، إذا هذا أنت قبلت. طبعا أغلب المسلمين لا يقبلون، أنا بعرف لا 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 لا، انت اخوي وحبيبي يعني، وانا يعني بعزك أنا جدا أعرف جدا. ذلك، بس خليني أكمل الفكرة اللي عندي. اليوم المشكلة ما هي مشكلة إنه العذاب الأبدي الأخير، ولا السعادة الأبدية، ولا أي شيء من هالقبيل هذا. اليوم المشكلة بما تصنعه هذه أنا بالنسبة للخرافات، أو الديانة بالنسبة لك، أو المعتقد بالنسبة لك بحياتنا اليومية الحاضرة. يعني هلا مثلا بلدي سوريا عم تحترق، شو اللي عم بيحرقها؟ شو الأسباب الأساسية؟ جذور الحريق هذا، جذور الحرب هي اللي عم بتصير بين الشيعة والسنة والعلوية والسنة، إن كان بسوريا، إن كان باليمن، إن كان بالعراق، إن كان بليبيا، كل هالبلدان هي احترقت وتختخت في سبيل فكرة واحدة، هي إنه فكرة دينية بحتة. الشرق الأوسط في حروب، خلينا نقول بس بالعصر الحديث، يعني ما عدا الحروب اللي صارت قبل بمناسبة الفكر الغيبي، يعني الصراع العربي الإسرائيلي بما يسموه هو صراع إسلامي يهودي، يعني هذا صراع أيديولوجي عقائدي بحت، ما له علاقة بالسياسة، لو السياسة كان حلت من زمان. فالمشكلة اللي يعني بتوجعنا كثير هي المشكلة الدينية. الفكر الديني خرب بيوتنا. أنا ماني ضدك تكون مسلم وتؤمن وتكون تدعو للسلام، يا ريت كل الناس تدعو للسلام، ولكن المشكلة إنه المفهوم هلا، يعني أنت لا تمثل الإسلام، أنت شخص تمثل ذات نفسك، أنت شخص تمثل شخص اسمه طه، ولكن التيار العام في الإسلام هو تيار جهادي يدعو لقتل الآخر حتى ينتشر الإسلام في كل مكان. وهل التيار هذا عم نشوفه بالعلوية، عم نشوفه بالشيعة، عم نشوفه بالسنة؟ يعني بسوريا هلا الحرب على السلطة، ما هي الحرب على السلطة؟ العلويين أتباع علي ابن أبي طالب بدهم السلطة، خربوا سوريا عشان الشغلة هي، بدهم السلطة، العاصمة الأموية لازم تكون لهم مو للسنة. هذا الجوهر اللي أنا بدي إياك تفكر فيه. انا ماني ضدك، روح صير مسلم، صير مسيحي، يعني مثل ما قالت وفاء سلطان، عبود الحجر بس لا تضربني فيه. هي الفكرة. تفضل اذا في عندك تعقيب. حبيبي جان، سمعني جان، انا حبدي بالفكرة اللي انت انتهيت بيها، اللي هو يعني الحروب يعني والقتل والذبح. أنا بحب أتكلم يعني بالتاريخ والوقائع. لو نظرت في العهد الحديث، أكبر معركتين حدثوا وراحوا ضحيتهم ملايين من البشر، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لم يكن طرف في هذه الحروب. الإسلام لا يدعو إلى قتل الآخر. كل هذه بدع وخرافات في عقول الملحدين والغير المسلمين فقط لا غير. لو أنك تدبرت القرآن وتدبرت الشريعة الإسلامية يعني بصورة جيدة، هتلاقي أن الإسلام في حد ذاته عبارة عن شيئين،
الإسلام دين والإسلام دولة. الإسلام كدولة انتشر بحد السيف، الإسلام دخل مصر بالسيف، دخل الشام بالسيف، دخل العراق بالسيف، حكم هذه البلاد بالسيف. ولكن الإسلام كدين، كدين لن ينتشر بالسيف. يعني المسلمين مثلا عمرو بن العاص، هتكلم في بلدي مصر، اللي فتح مصر او القائد العربي اللي غزا مصر زي ما انتم بتقولوا الغزو العربي على مصر، يعني القائد العربي عمرو بن العاص لما دخل احتل السلطة، احتل السلطة السياسية واصبح هو الحاكم السياسي لمصر بالسيف بالجند بالعسكر، ولكن لم يضع السيف على رقاب الأقباط حتى يؤمنوا بالإسلام. وهذه حقائق، يعني بعض الأقباط والمسيحيين بيقولوا إن المسلمين لما دخلوا مصر ذبحونا وعملوا وعملوا وعملوا. يعني أنت متخيل من 1400 سنة الإسلام دخل مصر، لو المسلمين بيدبحوا في المسيحيين وبينهوا عليهم كان هيفضل دلوقتي في مصر يعني ما يقرب 15 مليون مسيحي؟ لا يعني كانوا أكيد من 1400 سنة أكيد كانوا زمان خلصوا. يعني ده حاجة. الحاجة الثانية يعني يقول لك الإسلام بيأمر المعابد، الكنائس، الأديرة، الجيش العربي الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص وجميع الحكام المسلمين من بعد عمرو بن العاص، ما فيش أي حد فيهم هدم كنيسة أو هدم معبد من المعابد الفرعونية. بالعكس، الإسلام احترم الحضارات القديمة واحترم الديانات. طيب يعني أنت لو جيت زرت مصر هتلاقي إن أغلب الأديرة الموجودة في مصر موجودة في يعني في الجبال وفي مناطق صحراوية بعيدة، لأن مصر طبعا قبل الأديان كانت وثنية، الفراعنة وثنيين يعني يعبدون الآلهة الوثنية. بعدين لما المسيحية دخلت مصر في عهد الرومان الأقباط ما كانوش هم اللي بيحكموا، لأن كانوا الرومان على مذهب غير المذهب المصريين، كانوا بيضطهدوهم وبيعذبوهم، وأغلبية الأديرة كانت موجودة في الصحراء عشانك ما كانوش يقدروا يجاهروا بعبادتهم. لما دخلوا المسلمين مصر ال 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 يعني الرهبان والقساوسة اللي عايشين في الجبال رجعوا تاني إلى المدن، لأن عمرو بن العاص سمح لهم إنهم يرجعوا تاني إلى المدينة ويبنوا كنائس في المدينة بتاعتهم. لكن للقين والملحدين بيحبوا يزوروا في الوقائع ويزوروا في التاريخ ويقولوا إن المسلمين قتلوا، المسلمين فعلوا، المسلمين المسلمين. بالنسبة للعلويين والصراع المذهبي زي ما بتقول في سوريا بين المسلمين والشيعة وهكذا، أنا في حاجة بس يعني بسيطة هقول لك، يعني أنا أؤمن بيها وأغلبية المسلمين يؤمنوا بيها، وأنا ماليش يعني ما يعني ما أنا مش هتجادل في هذا الموضوع لأن ده إيمان مطلق عندي. الشيعة العلويين ليسوا مسلمين. طيب يعني خلينا، صار في نقاط كثير عندي. لا لا لا، وبعدين في نقاط كثير عندي صار بنحكي فيها بعدين. مسألة إنه العلويين ليسوا مسلمين، هذا طبعا وهن بيقولوا لك أنت أصلا لست مسلم، يعني هذا بتحله بينك وبين العلوية. بس الميوت شوي علوة، تعمل الميوت عشان أقدر أتكلم. بالنسبة للعلويين إنه ما هن مسلمين، طبعا هذا خلاف بنحل بين السنة والعلويين. أنا مالي علاقة فيهم، أنتوا اثنيناتكم مسلمين، وهن أنا طبعا بحكم معاشرتي بعرفهم تمام، يعني يؤمنون بالإمام علي، والإمام علي هو ابن عم الرسول وفرقة من فرق الإسلامية. هذا بتحلوا بيناتكم. على كل، قلت لي الحرب العالمية الأولى والثانية راحوا فيها ضحايا والإسلام ما له علاقة فيها. طيب يعني هل في واحد عاقل يقول لك إنه أنا مع الحرب العالمية الأولى ولا الثانية؟ الحرب العالمية الثانية هي نتيجة للقومية الفاشية، وهي من أسوأ من الديانات لسه. يعني نحن ما لنا واقفين مع النازية ولا مع الفكر القومي. الفكر القومي هو أسوأ من الدين لسه. إنه الإسلام لا يدعو للقتل، يا سلام. طيب شو بتعمل بآيات القتل
الموجودة آية التوبة، خلينا نقول سورة التوبة، يعني شو بتعمل فيها؟ بتكبها من القرآن مثلا، جئتكم بالذبح، هي حديث بصحيح مسلم، صحيح بخاري، سنن أبو داود وسنن أم داود وسنن مسند أحمد ومركز أحمد مثل ما قلنا. يعني المشكلة يا أخي طه، يعني فقط نقول الإسلام لا يدعو للقتل، والله أنتم فهمتوا الإسلام غلط، والحكي هذا يعني تسطيح، يعني كثير يعني تسطيح للمسألة. ما يعني هلا مثلا خلينا ناخذ داعش، هل داعش لما تنفذ حكم إعدام وتقرأ التوراة مثلا، تجيب آيات من التوراة وتقرأ عليه، هل يقول مثلا قال القسيس فلان، ولا يقول قال ابن تيمية وقال ابن حنبل وقال بالبخاري وقال وقال قال الله ورسوله؟ يعني جماعة ما عم بيجيبوا شو من عندهم. إذا أنت مفكر هالإسلام خطأ هذا، فأنت مانك مسلم على النصوص الإسلامية. يعني سورة التوبة، واقعدوا واضربوا فوق الأعناق وتحت الأعناق وجنب الأعناق، طيب يعني هدول الآيات القرآنية هي يعني جايبينها من التوراة برأيك يعني، ولا جايبينها من الزبور؟ إنه المسلمين، بس خليني أكمل، بس كملت الفكرة، بس أكمل الفكرة وأعطيك فرصة تتكلم. إنه المسلمين لما دخلوا بالسيف، وهذا شكرا كثير إنك تعترف إنه دخلوا بالسيف، ولكن إني عم تقول استلموا السلطة بالسيف، ما الدين ما فرضوا على الناس. أنا احتمال أكون معك في هالنقطة الجزئية بجزئية بسيطة منها، هي إنه ما فرضوا الدين على المسيحيين واليهود، هذا صح أكيد، ولكن غير المسيحي واليهودي فرضوا عليه يا أما يقتل يا أما يدخل الدين. أما بالنسبة للمسيحية واليهود فرضوا عليهم الجزية، والجزية إذا بتروح على التاريخ وتعرف شو هي الجزية، الجزية كانت مبالغ ضخمة بصراحة يعني، وأغلب الناس دخلت خليني أكمل، دخلت الإسلام يعني بس مشان ما يعطوا جزية. وبعدين عمر بن العاص ذات نفسه صار حتى إذا دخلت الإسلام بده ياخذ منك جزية. عم تقول لي المسلمين ما هدموا كنائس، ولكن إذا بتقرأ العهد العمرية يعني شيء من المذلة إلى أبعد الحدود. يا ريت تقرأ العهد العمرية، يعني أنا بتمنى تقرأ العهد العمرية، وإذا بدك ممكن طالعها هلا ونقرأها، يعني ما عندي أي مشكلة نقرأ العهد العمرية. ما هدموا كنيسة، ولكن هل تعمرت كنيسة في ظل الحكم الإسلامي؟ لحد هالساعة هي بمصر ممنوع، يعني ممنوع تعمير الكنائس، ممكن ترميم ولكن تعمير مستحيل. يعني هلا صارت قتالات وحروب ومحاكم، ولهلا بالصعيد عندكم ممنوع تعمر كنيسة يعني. خلينا ندخل موضوع تاني، يعني موضوع يكون شوي بعيد عن السياسة والمسائل هي. بدي أخذ رأيك بانشقاق القمر. أنا بدي أعرض صورة على أصدقائنا وعلى كل أصدقائي. أنا بعد شوي كمان رح أفتح السكايب، وبتمنى مشاركاتكم وآراءكم بالشات. بصراحة الشات، لأنه تعلمت العرب كلمة شات، هو الشات. الشات بصير في مثل ما بقولوا محادثات بين الأصدقاء، فواحد بتخربط يعني السؤال ولا فكرة ولا يعني بالمحادثة. فياريت، أنا بتمنى السكايب عندكم تبعتوا الأسئلة، وأنا لما أفتح سكايب راح تكون الأسئلة كلها موجودة. على كل أخي راح نشوف صورة سوا، وبدي منك في سؤال بدي منك تجاوبني عليه بكل وضوح. طيب طبعا الصورة هي عن انشقاق القمر، هاي صورة عن انشقاق القمر. يعني انشقاق القمر صار ب
بالسماء. طبعا القمر لما انشق صار بالسماء اكيد، يعني ما صار بالارض، ما كان موجود على الارض القمر، او ما كان مختفي وانشق، كان موجود في السماء والناس كلها شايفين، الكرة الارضية كلها شايفين انشقاق القمر، كل الكرة الارضية شافت انشقاق القمر، لانه القمر موجود بالسماء، والمفروض انه كل الكرة الارضية او نصف الكرة الارضية خلينا نقول شافت انشقاق القمر، لانه النصف الاخر بيكون عنده النهار فما بيشوفوا الجزء الآخر يعني. أنا راح أشيل الصورة وأدخل بالسؤال مباشرة. أعطيني شهود على انشقاق القمر. وشغلة تانية، يا ريت بما أنك أنت يعني رجل متعلم ودارس متخرج من جامعة طبعا، يا ريت تعطيني معادلة بسيطة تقول لما انشق القمر جزئين، هل الانشقاق هذا ما أثر نهائيا على دوران الأرض، ما أثر نهائيا على المد والجزر، ما أثر على طقس الأرض، ما أثر على الجاذبية، ما أثر بكل الأشياء. عندي هالسؤالين، بدي الشهود، بدي تعطيني معادلة تقول لما بينشق القمر ما بيأثر على كل هالأشياء اللي ذكرتها. تفضل. معلش يا جان، يعني قبل ما اتكلم على موضوع انشقاق القمر، بس في نقطة بسيطة عايز اتكلم فيها. ان 90% من المسلمين مسلمين معتدلين زي الفكر الجهادي، هو الفكر الأقلية في المسلمين يعني، ولكن للأسف هم اللي صوتهم عالي وهم اللي باينين، يعني اللي زي مش باينين، اللي احنا بنشوفهم السلفيين والجهاديين وداعش، دول اللي ظاهرين، عشان كده بيتهيأ لك. لكن 90% من المسلمين معتدلين وبيقرأوا النصوص بالصورة صحيحة، ولا يدعو للقتل ولا يدعو للعنف، وبيتعاملوا مع الآخر، ويعني الحياة بسيطة جدا بالنسبة لهم. بالنسبة لموضوع انشقاق القمر، انشقاق القمر طبعا عشان أتكلم فيه، في فرق جوهري بيننا وبين الملحدين، إن احنا عندنا إيمان بالله وإيمان بالغيب. أنا أؤمن أن العلم من عند الله، أن الله هو الذي خلق العلم، وهو الذي خلق قوانين الفيزياء وقوانين الكيمياء وقوانين الطبيعة. فلو كان القمر انشقاقه من الناحية العلمية والفيزيائية سوف يؤثر على البحار والمد والجزر وهذا، فالله سبحانه وتعالى من منظور الإيماني قادر أن يوقف تلك القوانين. بعض الآراء بتقول أن حادثة انشقاق القمر لم تحدث بعد، اقتربت الساعة وانشق القمر، أنها سوف تحدث في المستقبل. يعني بعض آراء المفسرين قالوا أن هذه الحادثة بعد سوف تحدث في المستقبل، وبعض الآراء الأخرى بتقول أنها حدثت بالفعل في عهد الرسول، وشاهدها من حضروها. نص الكرة الأرضية زي ما أنت بتقول لازم يشوف الحادثة. المعجزة تأتي للأشخاص اللي يعني تحضوا الرسول في هذا الوقت، يعني هم من تحدوه فحدثت المعجزة لهؤلاء بس، يعني الجماعة اللي كانوا قاعدين بيتحدوا الرسول بيقولوا احنا عايزين نشوف معجزة مثلا، يا عايزين حبيبي نشوف. يا حبيبي اليوم خلينكم منطقيين شوية طه، يعني مشان ما المعجزة بس دقيقة، يعني الإسلام إجا لكل الناس، ما إجا لفئة معينة من الناس، يعني حادثة إعجاز بحجم انشقاق القمر هو لا يفرج الكرة الأرضية كلها لكل البشرية، طبعا جاء الإسلام لا يفرج كل البشرية إنه الإسلام شق القمر والله شق القمر، يا جماعة تعوا آمنوا. يعني ما هو إنه معقول يعني يجي يشق القمر لثلاث أربع أشخاص، بس اسمعني شوي، لثلاث أربع أشخاص موجودين مشان يأمنوا هالثلاث أربع أشخاص، طب بقية البشرية شو ذنبها يعني؟ تفضل. معلش جان، طب نقول ان سكان الكره الارضيه كلهم مثلا اللي في هذا الوقت شاهدوا الحادثه، طب وانا وانت اللي عايشين في هذا الزمن هنشوفها ازاي؟ لو بمنظورك انت بتقول ان المفروض المعجزه يشوفوها كل الناس عشانك يبقى في عدل مثلا والناس كلها تامن، طب اللي في الزمن نفسه مثلا كلهم شافوها، طب
طب انا وانت والموجودين دلوقتي، الموجودين من 1000 سنة وبعد الحادثة مثلا ما حصلت وما كانوش موجودين، هيشوفوها ازاي؟ الاسلام اتى على الأقل، على بمعجزة. الأقل بيكون شهدوا عليها الجماعة الموجودين بهذاك الزمان، وكتبوها بكتب وأرخوها، وحادثة كان حكت عليها التاريخ كله كان حكى فيها يعني. ما يعني هو الإنسان بطبعه، يعني في ناس بتصدق التاريخ وفي ناس بتكذبه. على فكرة مش كل الكتب المكتوبة في التاريخ هو زي، يعني أنا مرة يعني أحمد حرقان مثلا سمعته بيقول أنا ما عنديش دليل إن أساسا محمد كان موجود. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الإسلام، هو بيقول أنا، والكتب التاريخية الشرق والغرب وكله يعني يتكلم إن في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود. يعني بيقول لك، يعني في ناس بيقول لك التاريخ مش يعني انا لا اؤمن 1000000% ان في شخص مثلا اسمه الاسكندر الاكبر، في شخص اسمه، مع انه هو موجود في الاسكندر الاكبر. مع انه انشقاق انا القمر، مع انه انشقاق القمر كانت قصيدة لامرؤ القيس يعني. ف لكن اللي انا بكلمك فيه جان ان معجزة الاسلام هي القرآن. يا يعني سلام يا سلام. طيب، خلينا ندخل معجزة القرآن، معجزة الإسلام هي القرآن. ده أي واحدة. معجزة، أنت عم تقول، معجزة الإسلام هي القرآن. طيب أعطيني هالإعجاز هذا يعني بالفعل يعجز. يعني أنا كشخص ملحد لا أؤمن بكل الديانات، انعرض علي المسيحية، انعرضت علي اليهودية والبوذية والصوفية والبطيخية، كل هالزعبلات هدول. جيت أنت قلت لي أنا مسلم وأنا عندي الحقيقة، فعندما تدخلون إلى بيوتكم سلموا على أنفسكم. يعني وين الإعجاز بهال إنه سلموا على أنفسكم؟ ولا يعني مسموح لكم؟ هذا في آية بتقول، بصراحة أنا ما بحفظ القرآن يعني، ما بيهمني حفظ القرآن، ولكن في آية بتقول إنه مسمح لك تأكل بيتك وبيت خالتك وبيت عمتك. يعني شو هالسحر هالإعجاز إنه واحد يقول لي والله مسمح لك تأكل بيت عمتك ولا بيت خالتك ولا بيت أمك؟ يعني أنا أروح عند بيت أمي يعني ما أستنى؟ يعني مو مسموح لي يعني. يعني أعطيني الإعجاز في هل اوكي جان، عشان معلش الحلقة تبقى مفيدة ومثمرة ونتناقش فيها بشكل مفيدة جيد والناس مفيدة. تستفيد. طيب أعطيني الإعجاز. أنت عم تقول إعجاز، ممكن تسمع يعني وقت بعدين انت علق علي. انا ممكن اظهر معاك في اكثر من حلقة، وكل حلقة نتكلم فيها عن شيء، حلقة نجعلها عن معجزة القرآن، نتكلم عن الإعجاز اللغوي، الإعجاز العددي، الإعجاز العلمي، والإعجاز في الإخبار. تمام، ان القرآن اخبر عن اشياء ستحدث في المستقبل واخبر عن اشياء حدثت في الماضي، والقرآن تحدى بعض اشخاص بعينهم انهم لن يؤمنوا، بالفعل ماتوا بدون ان يؤمنوا. وتحدى مثلا، لو تفتكر انا كنت بكلمك النهارده الصبح وانت وبتقول لي اليهود، و قلت لك ان كره اليهود للمسلمين ده اكبر دليل على صحة القرآن، لان ربنا قال ولتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. يعني ده في حد ذاته دليل لا حول يعني على ولا قوة إلا بجلدة الحنفية بصراحة يعني. فيها حتغرقك انت وجورج بول. تفضل. تمام، فعشان بس يبقى الموضوع مفيد، انا النهارده بتكلم معاك، انا كنت عايز اتكلم عن الارهاب بصفه عامه، الاخلاق، الايات اللي بتدعو الى الجهاد والارهاب من وجهه نظرك، وفي نفس الوقت هنشوف الملحدين افكارهم برضو بتؤدي الى الارهاب ولا مش بتؤدي الى الارهاب. ان ممكن نعمل حلقه ثانيه عن الاعجاز، اكون انا محضر لها، يعني نتكلم في نقاط معينه في الاعجاز او الاعجاز بصفه عامه. انا قلت لك مثلا اريد ان اتناظر مع نبي جلده الحنفيه جورج بول في موضوع الاعجاز العلمي بالقران، وموضوع معجزة خلق الجنين المذكورة في القرآن طبعا، وأنا أؤمن بها بشدة. يعني نبقى محضرين للحلقة صح، كل واحد فينا محضر النقاط اللي هيتكلم فيها عشانك أنت تستفيد وأنا بستفيد والناس اللي يعني اللي بتسمعنا تستفيد. إنما من حيث أنا دلوقتي عايز أتكلم يعني في حاجة واحدة بس، يعني موضوع إن الإسلام دين إرهابي والإسلام بيدعو للقتل وبيدعو للعنف وبيدعو لل، يعني أنا قلت لك يمكن في أول الكلام
ان اكبر مفهوم غلط الناس فاهماه اللي انت قلته، ان يعني السواد الاعظم من المسلمين اصحاب تفكير جهادي وتفكير عدواني، ده مش يعني ده غلط 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 جدا. اغلب المسلمين 90% من المسلمين مسلمين معتدلين زي بالضبط، وبيتناقشوا وبيتكلموا. المشكلة ما هي في المسلمين يا أخي، المشكلة ما هي بغالبية المسلمين ولا أقلية المسلمين. خلينا بالنصوص 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 النصوص وفي القرآن، أنا بالنصوص. المشكلة في الإنسان اللي بيفهم النص غلط. أنا الإنسان جئتكم بالذبح، شلون بدك تفهم لي يا أعطيني أعطيني فهمك لكلمة جئتكم بالذبح واقتلوا فلان وأنت تعلق بأستار الكعبة وانقتلوا كذا واحد وهم معلقين بأستار الكعبة. أعطيني فهمك أنت واضربوا فوق الأعناق، أعطيني فهمك أنت واقتلوهم حيث وجدتموهم واقعدوا لهم كل مقعد. طيب أعطيني فهمك جعل رزقي تحت ظل رمحي، أعطيني فهمك لهالآيات وهالأحاديث. هي تفضل. أولا جعل رزقي تحت ظل رمحي، كل المفسرين فسروه أن التجارة لابد أن تكون محمية، يعني ما ينفعش أن أنت تكون بالتاجر أو بتدير تجارة أو عمل أو رأس مال بيكون ما يكون عندك يا ريت قوة. تعطيني الصفحة والمفسر، مين هالمفسر اللي قال انه تجارة؟ في حلقة للشيخ خالد الجندي يعني تحدث عن هذا الحديث بالذات، يعني وأنا هحاول أشوف لك يعني رقم الحلقة دي في البرنامج بتاعه على قناة النهار تقريبا، أو قناة اللي أنت مش فاكر يعني قناة إيه بالضبط، بس أنا هجيب لك الرابط. وتحدث عن تفسيره لهذه التفسير الحديث ده، وبيقول جعل رزقي تحت طب انا اظن صار في مشكلة عند الاخ طه. ينفعش. اخي طه اذا عم تسمعني الصوت صار يقطع، على هو تطلع وتدخل كمان مرة تانية يمكن الصوت يصير افضل. السيف على رقاب الناس حتى يؤمنوا، حتى موضوع اخي ما الجزية، سمعنا منك أي ولا واحد شيء دخل يا طه، ما سمعنا اي شيء لانه انقطع الصوت وصار يقطع الصوت، فعلى هو تعيد من البداية. أوكي أنا آسف أنا آسف، سمعني دلوقتي؟ جميل. بص يا حبيبي، بالنسبة لموضوع القتل وآيات الجهاد والكلام ده، يعني كل الآيات اللي بتتحدث عن القتل والجهاد في الإسلام بتقول لك إنك تقاتل من يقاتلك، يعتدي عليك. في أشياء يعني أنا اتناقشت معك فيها قبل كده، أنت مثلا شايف إن عقوبة القتل أو الإعدام ده شيء بربري همجي غلط، أنا قلت لك لا مش في كل الحالات. ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني الموت بيكون لي فينا حياة. قلت لك أنا كدكتور مثلا لما بيكون عندي عضو فاسد في الجسم مصاب بالغرغرينة مثلا، العضو ده لازم استئصاله عشانك باقي الجسم يعيش. أنا لو سبته موجود هذا العضو الفاسد في الجسم الجسم كله، فبالتالي استئصال هذا العضو حينقذ الجسم كله. فلما يكون عندك إنسان في المجتمع فاسد أو قاتل أو فعل أمر يستحق عليه القتل، فمن الطبيعي جدا أن هذا الشخص يقتل حتى يعيش المجتمع في سلام. يعني مثلا زي حكم المرتد الخارج على دينه، الدول في العهد الحديث بتتهم الإنسان اللي بيتخابر على بلده بتهمة الخيانة العظمى وبيحكم عليه بالقتل. طب هو ليه الإنسان اللي بيخرج عن الدين الإسلامي ويصبح عدو للإسلام والمسلمين، يعني ليه ما يعني ما نطبقش نفس الفكرة؟ ما هو ده واحد خان الدين الإسلامي وخان أهله وخان جماعته وخرج بره الدين وأصبح بيهاجم الدين وبيهاجم الله وبيهاجم رسوله، ومع ذلك لا يجوز تطبيق حد الردة إلا مثلا، يعني حد الردة لو تكلمنا عنه، مع إن في بعض العلماء على فكرة أنكروا حد الردة، يعني بيقولوا لا المرتد لا يقتل، ولكن أنا عن نفسي أؤمن إن المرتد يقتل. طبعا انا سبق يعني في اوكي سبق وقلت لك انك ارهابي لانك لا 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 بحق لا لا هذا. اكيد خليني لا لا اكمل. لا 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 انت ما ارهابي أرهب. اكيد، يعني انا بدون لا اي لا 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 تردد. لا لا صدقني يا حبيبي ما إرهابي. لما يكون عندك إنسان قاتل مثلا، بالنسبة يعني حكم الإعدام بصفة عامة،
في دول متقدمة قلت لك كتير زي أمريكا، أنت بتقول لي بعض الولايات أمريكا هي اللي بتطبق حكم الإعدام، لا في دول كثير متقدمة أوروبية بتطبق حكم الإعدام. طيب لما يكون في إنسان مجرم بيقتل في الناس، لا معلش يا حبيبي جان، يعني في نقطة مهمة عايز أوضحها. في كل الآيات اللي تتحدث عن القتال ربنا بيقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني الإنسان اللي بيقتلني لو بالسلام المفروض أنا برضو أقدم يدي بالسلام وأنهي حالة الحرب بيني وبينه. حتى يعني في نقطة مهمة أنت تحدثت فيها، موضوع الجزية، أننا الإسلام الإنسان لازم يدفع الجزية. على فكرة هو الغير مسلم بيدفع الجزية كضريبة من أجل أنه يحصل على الحماية، والمسلم بيدفع الصدقة صار في والزكاة. نقاط كثيرة بصراحة، أنت يعني عم تطرح نقاط وتمشي يعني أوكي تفضل تفضل. أنا ما سامعك حبيبي، أنت عامل ميوت. آسف. يعني أنت قلت إنه الإسلام يدعوك مثلا للدفاع عن نفسك فقط، يعني ما يدعوك للهجوم، مع إنه في فقه كامل هو جهاد الطلب، وجهاد الطلب هلا اللي يكون في العراق والشام وكل هالبلاوي الزرقاء هاي. يا اخي عم بتصل ارجوكم، لا انا راح اسكر السكايب الخاص بتاعي، انا ما بعرف يعني، اسف كثير، انا راح افتح سكايب واعطي فرصة لاخواتنا اللي بده يتصل. اهلا وسهلا فيكم، بس نكمل كمان 10 دقائق او 5 دقائق وراح نفتح السكايب، واسف كثير يعني اذا ما استقبلت احد بالسكايب. طبعا يعني انت عم تقول انه الاسلام لا يعني يدافع عن نفسه فقط، وهالحكي هذا بصراحه لو كان فقط يدافع عن نفسه ما كان شيء فقه اسمه فقه جهاد الطلب وقاتل. المهم يعني سوره التوبه كلها هي جهاد طلب، جهاد الطلب اللي وصل المسلمين من قعر الصحراء الى اسبانيا. يعني ما اظن الدفاع عن نفسهم، يعني راحوا يدافعوا عن نفسهم باسبانيا، يعني سميتوها اندلس في النهايه، ولا راحوا يدافعوا عن نفسهم بتونس ولا بالجزائر حاليا بلاد الامازيغ، ولا راحوا يدافعوا عن نفسهم بالهند وافغانستان، وهن موجودين كانوا مو بكل الجزيره العربيه، بمكه والمدينه يعني يثرب. ف مسألة إنه دفاع، هذا حكي طبعا مردود عليه، يعني عدم المؤاخذة أخي طه، أنت إنسان عاطفي، أنت وكل الأغلب المسلمين عاطفيين إلى أبعد الحدود، ورثتوا هذا الدين، ومثل ما قال أستاذنا بالمدرسة تتبعونه، وهي هي القصة كلها. يعني أنت لو تشغل عقلك في مسألة مثلا إنه الحجر ينطق، يعني شيء عجيب، يعني هل من الممكن الحجر ينطق؟ يعني لولا العاطفة اللي مأثرة عليك ما أظن كان في إنه يعني تقدر تؤمن، عقل ممكن يؤمن إنه الحجر ينطق يعني. فهي هي القصة إنه عاطفيا يعني تقول إنه الإسلام دين سلام. يا أخي أي سلام؟ أي سلام والحروب كلها شغالة؟ ما في داعش يقطع رأس إلا يقرأ من آيات ربه، ويقرأ من كتب ابن تيمية وغير ابن تيمية، حد الردة مصيبة كبرى. يعني شو الفرق بين المافيا والإسلام في حد الردة؟ يعني المافيا إذا خرجت منه يقتلوك، والإسلام إذا خرجت منه يقتلوك، أنت شخصيا مع حد الردة، وهذا طبعا يعني تفكير إرهابي بحد ذاته. يعني انت اليوم انت لا تؤمن انه الشخص، اي شخص ممكن ينفذ العقوبة، اوكي الحاكم هو ينفذ العقوبة، شو فرقت؟ يعني بالنهاية شخص عبر عن افكاره بدك تقتله، ان كان بشكل رسمي ولا بشكل غير رسمي. وحكم الاعدام انت قلت لي امبارح كنا عم نتناقش، وقلت لي انه في ولايات بامريكا وفي لا زالت تنفذ حكم الاعدام. طيب وانا مالي؟ يعني هم ارهابيين، يعني لما كل انسان يقتل انسان مهما كانت الاسباب هو ارهابي. فهذا ليس قانون، انه اذا والله بعض الولايات بامريكا تنفذ حكم الاعدام انه لحد الساعه
معناها انا لازم اقتل الناس يعني، لانه فكروا بشكل طريقه مختلفه. يعني انا اليوم انولدت في عائله مسلمه وابوي الشيخ، وطلعت وقلت اوكي انا ما بدي هالاسلام، انا ما بدي دين نهائيا، اجي اقتل لاجل تفكيري فقط. يعني ان لم يكن هذا هو الارهاب، ما هو الارهاب يعني؟ فهمني شو الارهاب. بعدين المقاطعات هي اللي عم يعني تنفذ حكم الاعدام، يعني هل يا ترى ستبقى تنفذ حكم الاعدام، ولا يا سياتي يوم ستوقف حكم الاعدام؟ لانه الولايات اللي هلا ما بتنفذ حكم الاعدام، في يوم من الايام كانت تنفذ، الدول الاوروبيه كلها كانت تنفذ، يعني فرنسا كانت للسبعينات تنفذ حكم الاعدام ولكن توقف. فالمساله ما هي مساله انه قانون لازم نلتزم فيه نحن، بالعكس نحن لازم نغير هالقوانين هي ونصل لمرحلة إنسانية إلى أبعد الحدود. مو إنسان والله فكر التفكير يا أخي، فكرة أنا ما بدي الإسلام، يعني شو بدك تفرض علي بالزور يعني؟ فالمشكلة هون، مشكلة إنه إذا فكرت بدك تقتل يعني تعطي حياتك لأجل فكرة، وهذا هو الإرهاب. يعني شو الإرهاب؟ تفضل حبيبي جان. أنا راح أفتح السكايب بعد مداخلة الأخ طه، مباشرة راح أفتح السكايب، تفضل طه. عشان بس أتكلم معك في الموضوع ده، لأني هو ده الحاجة الوحيدة يمكن اللي أنت مش بتحبها فيه، حكاية إن أنا أؤمن بعد الرد. يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنت يعني مش حاببها فيه. بالنسبة لحد الرد، يعني يطبق على الإنسان اللي بيرتد عن الدين الإسلامي وبيعادي الدين. أنت عايز تؤمن بالإسلام، من شاء فليأمن ومن شاء فليكفر، ولكن لا تعادي الدين. يعني انت خرجت خلاص. يا اخي شو هي من شاء فليأمن ومن شاء فليكفر ومن بد دينه فاقتلوه، يعني كيف تزبط معك تدخل بعضها؟ فهمني. انا حفهمك يا حبيبي، انا حفهمك. الله سبحانه وتعالى يعني مش حيفرق معاه ان الناس كلها تؤمن. الموضوع دي على اعتبار ان هذا الكون اله واحد، على اعتبار يعني لو افترضنا انت كملحد، افترضت مجرد افتراض ان الكون ده ليه اله واحد يحكمه، لو الناس كلها امنت بهذا الاله ده مش هيزود ملكه في شيء، ولو الناس كلها كفرت بهذا الاله ده مش هينقص ملكه في شيء. ده بقول لك على اعتبار ان هناك اله، انا اؤمن بهذا الاله ولكن انت لا تؤمن. اذا ليش معذب حاله وواعد الناس بالجنان وواعد الناس بالحريق؟ اذا ما بهمه يعني الموضوع، يعني اذا ما بهمه شو بدارك على حيطه لعبه عم بلعب فيها. المشكله باللعبه بتعرف شو طه؟ المشكله بهاللعبه انه في اطفال عم تنزل عليها براميل بشار، تنقصف تحت هالبراميل هاي. الأطفال اللي يعني أنا شخصيا جان برو، جوز أخو أختي من فترة كم شهر، بشار أفندي شلف عليهم برميل. الزلمة هذا أخوه لجوز أختي، عنده 5 أطفال، بقي له واحد من هالأطفال هذول بدون إيد. يعني تصور إذا الله ما وهمه كل هالشيء، ليه عم يستمتع بعذابات الناس برأيك؟ عم يستمتع بالناس اللي عم تموت من الجوع بأفريقيا؟ عم بيستمتع بالأطفال اللي عم تجي مشوهة؟ بيستمتع بهالسرطانات اللي عم بتصير واللي الكفار عم بيحاربوها يعني برأيك؟ تفضل. أكيد يعني بص يا جان، عشان بص أتكلم معك بصراحة، يعني ما فيش إنسان في الكون يعني مؤمن إلا يعني بيقعد يسأل نفسه كل الأسئلة اللي أنت بتسألهاني دي. والموضوع ده بيخليك بتمر بأوقات شك كتير، بتبقى متعذب، وفعلا من جواك في صراع شديد، كل اللي آمنا بيه ده كان وهم مش حقيقي، وضيعنا عمرنا في خرافات والكلام ده. كل إنسان مؤمن بيمر بالوقت ده وبيقعد يفكر فيه، ولكن في حاجة مهمة جدا كل إنسان يعني لازم يبص فيها كويس. لو طلع الكلام ده بجد، فعلا في إله، فعلا في حياة أخرى، فعلا في عذاب أبدي أو نعيم أبدي، هذا شيء مخيف جدا.
يعني ده إحساس. صدقني ليس مخيفا. يعني انا هلا انت مسلم، خلينا بهالموضوع. بالفعل الموضوع نقطة كثير مهمة، انه بلكي متنا وفقنا شفنا اله قدامنا. طيب انت كمسلم، يعني هل تضمن في بالكرة الأرضية 4 5 آلاف ديانة، يعني ما عدا المذاهب المتفرعة من هالديانات هي؟ وعلى فكرة كل إنسان مؤمن هو عنده نفس اليقين اللي عندك أنت، يعني المؤمن بالبوذية عنده نفس اليقين اللي عندك إياه أنت يا مسلم. يعني هذا شيء أكيد، ولا كان ترك البوذية ورجع الإسلام؟ والمصري نفس الشيء، وكل هالديانات هي نفس الشيء. طيب انت تصور يا مسلم، هلا في اله، انا معك. في اله، اذا طلع لك، خليني اكمل الفكره، اذا طلع لك متت وطلع لك اله يهوه مثلا، اله الشهود يهوه يعني، او اله المسيحيه، شو بدك تقول له انت؟ شو الموقف اللي بدك تنحط فيه؟ تفضل. وانا رح بص، اقول لك الموقف، انا شو رح اقول لك. انا هحكي لك تجربتي انا الشخصيه. اوكي، أرجوك بس انا جاوبني على هالنقطة هاي، شو بدك تقول له للإله؟ بس إذا ما كان إله الإسلام، بس قل لي شو بدك تقول له بهاللحظة هاي. تفضل. مجرد افتراضي هذا الافتراض معناه ان انا بشك في وجود الله، فانا لا يمكن افترض هذا الافتراض. يعني انا لن طب افترض. ليش تفترضه علي معناته أنت؟ إذا ما ترفض انا عايز اقول لك هذا. انا عايز اقول لك ايه. بص يا جون، بص يا جان، يعني مفيش انسان في الكون ما مرتش عليه لحظه الشكوك دي. وبالفعل على فكره انا متابع لكل الملحدين، كل الملحدين، حضرتك وجورج بول واحمد حرقان ورياض الخزرجي، مشترك في كله، في جميع قنواتهم، وكافر مغربي وكريم العبيدي، كلهم يعني كلهم انا مشترك معاهم، وبسمع لهم وبسمع لهم كويس، وبقعد افكر في الكلام اللي هم بيقولوه. تمام، الفكرة ما ينفعش تبقى فكرة سطحية يعني جدا، انه ما فيش حياة آخر. لا، ما هو لو طلع فيه عذاب ده كارثة. يعني لو طلع فيه عذاب دي، ما انا هعمل ايه ساعتها؟ يعني انت عايز تقول لي ان انا ما اؤمنش على ان في الأقل حياة بقول لك أخرى؟ شرف تقعد مع أينشتاين، تقعد مع كل هالكبار، يعني مثلا ريتشارد داكوينز، بتقعد معي أنا؟ شو ما عجبتك القعدة معي؟ حبيبي جان، أنا سعيد جدا بقعدتي معك، وأنت عارف كده كويس والله. ولكن اللي أنا عايز أقوله لك، إن فكرة إن الكون ده كله عبثي، وإن الكون ده كله صدفة، وإن إحنا خلقنا بالصدفة، طب وش معنى الإنسان بس؟ يعني ليه بس الإنسان اللي أصبح عنده عقل وأصبح يقود هذا الكون؟ يعني مستحيل. عقلي وقلبي يرفض فكرة العبثية، يرفضها رفضا تام، ومن قال يعني لك يرفض انه نحن عم نفكر فكر عبثي؟ يعني نحن عم نقول لك، نحن انا وانت تحط ايدك بايدي، تعال نبحث عن الحقيقه، مو شرط انه نقول والله عبثي ونسكت ونقعد. يعني عشان انا وانت نبحث عن الحقيقة، لازم يعني عقلي وقلبي اقولها لك مليون مرة، لا يرتاح إلا لفكرة وجود إله لهذا الكون. مستحيل إن الكون ده يكون بيتحرك بذاته، بيتحرك بنفسه، ويكون بدأ من لا شيء ويذهب إلى المجهول، إلى ما لا أنا نهاية. أفتح السكايب على كل على كل على كل أخي طه، أخي طه، حتى إذا كان في إله للكون، أنا متأكد لن يكون إله يعني يخلي نبيه ينكح طفلة، هذا أنا متأكد منه، يعني راح يكون غير إله. بس خلينا، أنا بدي أقول لك وجهة نظري. أنا إذا شفت إله، إذا طلعت وأنت بالنسبة لك كارثية فكرة العذاب، هي فكرة الخوف. أنا بالنسبة لي، أنا إذا طلعت ومتت وشفت إله، سوف أبزق في وجهه يصدقني، وأقول له أنت يا هذا الإله، أنت قتلت الأطفال. بس خليني أكمل فكرتي، قتلت الأطفال وشردت الملايين في يعني شيء عبثي، شيء بغيض لأفكار تافهة، شردت الملايين، والملايين الأخ أقل يعني اللي مفزورين من كتر الدولارات ومن كتر المصاري اللي عندهم، ما عم يعرف وين يحطوا فلوسهم. يعني ممكن
ممكن ياكلوا فلوس حاف وما يكفيهم العمر كله، ويتم يزيد عندهم مليارات المليارات، وأطفال عم تموت من الجوع ما يلاقي كسرة خبز تاكل. فهذا إله لا يستحق الاحترام نهائيا نهائيا، ومهما كان العذاب طز فيه في عذابه. أنا يعني سأقف في وجهه وأقول له طز فيك في عذابك، افعل ما يحلو لك، لا يهمني. لأنه بكي الطفل على كسرة خبز، وأنت بخيل تعطي الطفل هذا كسرة خبز. لا يجعلك إله، وأنت لا تستحق العبادة أصلا. يعني على كل، ماشي خلينا نفتح جاهز، بس معلش أنا عايز راح نقطة أفتح سكايب، تفضل. عايز نقطة بس على النقطة بتاعتك دي. المشكلة والتفكير اللي أنت بتفكر بيه دي هو كل الملحدين بيفكروا فيه. لو فعلا في إله، ليه الكوارث وليه الحروب وليه ناس بتموت وناس بتتظلم وناس بتولد فيها عيوب خلقية وناس مش لاقية تاكل وناس أغنياء ومش أغنية. كل الملحدين اللي أنا بتابعهم بلاقيهم بيتكلموا هو في الفكرتين دول، بالإضافة طبعا لإله الملحدين يعني داروين ونظرية التطور اللي ما فيش ملحد شفته إلا يؤمن بها تماما ويحفظها عن ظهر قلب. تمام، فكرة إن أنتوا عندكم الحياة دنيا بس ما فيش آخرة. أنا كمؤمن يعني بالله من يوم خلينا ناخذ اول اتصال من الاخ جانو. اخي جانو انا اسف كثير ما قدرت اخذ اتصالك بالبدايه. تفضل اخي جانو، تفضل. تحياتي حبيبي جان، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضل. اول شيء ما بعرف كيف ابدا، ما بدي ارحب بالضيف هيك مشان، لا 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 معلش. اول شيء مشروع ارهابي، لا مؤجل، يعني مؤجل انه ينفجر. لا هو راحت عليه، راحت عليه على فكره. جانو جانو هو راحت عليه بصراحه، راحت عليه لانه كبر. هو دكتور وهلا صار نائب مدير مستشفى، وقريبا راح يصير مدير مستشفى. ما اظن يعني يصير ارهاب. تفضل. لا لا راح يصير، عارف ليش؟ لان مثل ما قال بالله سيد القمي، يعني في نوعين من العقرب، عقرب انه لسع واقرب انه منتظر الفرصه، انه الاخ باين عليه انه منتظر. يعني لما بيقول انه مؤمن بقتل المرتد، فهذا الشيء يعني ما بعرف كيف تفكيره، يعني كيف بيفكر. انت كيف قرات؟ يعني كيف بالنسبه بيقول صار الورم، اذا كان الورم خبيث لازم يستأصل. هذا الدين قايل لك ولا العلم؟ ما اخذها من الدين ولا من العلم، بس قل لي. يعني سمعت السؤال اخي، تفضل تفضل جاوب على السؤال. ثانيا مين قال لمحمد انه انت النبي؟ مين قال له؟ خديجه ولا شخص ثاني؟ ورقة ابن نوفل. ثالثا لمن بيقول وبنعمة ربك لست بمجنون، لما انا بقول لك انت يا دكتور طه انت مجنون، انت شو راح تقول لي؟ راح تقول لي انا لست بمجنون ولا كنت؟ اكيد طبعا على الورق انه انت مش مجنون، ولا راح تروح على دكتور نفسي مشان تحدد قواك العقلية انه انت مش مجنون، وتيجي تقول لي هذا هو الشهاده الدكتور انه انا مش مجنون. طيب شكرا شكرا. بصراحه عندي كثير نقاط، يعني انا بتعجب انه اكيد اكيد حاله دكتور. اكيد يعني اكيد. جانو 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 حبيبي عندك نقاط كثير، وبعرف الزلمه ما هو لاقي. يعني هلا في عندي اربع خمس اتصالات، يعني حيهروه انت مثل ما بقول ربك يعينك يا طه. وقعت يعني علقت علقه وخيمه في. طيب جان انا بشكرك كثير. خلي الاخ بس يرد على النقاط اللي ذكرتها، وراح اخذ اتصالات اخرى. شكرا كثير حبيبي جانو. جانو ده اللي دخل معانا، وبشكره كتير على فكرة على كل حاجة هو قالها يعني. وأنا من النوع على فكرة يعني
اتعلمت من شغلانتي يعني، انا دكتور وبتعامل مع مرضى، وبتعامل بالذات انا دكتور نساء وتوليد يعني، بتعامل مع ستات يعني، كل شغلي مع الستات، وستات بتولد وجايه تعبانه وما، فمتعود يعني على ان ممكن حد ينتقدني، حد يكلمني بصوره وحشه، وانا يعني اوبن مايند جدا في الموضوع ده، ما عنديش مشكله ان اي حد ينتقدني، حد يشتمني، حد يتكلم عني بصوره وحشه، صدقني مش بزعل ومش بتظاهر اني مش زعلان، لا انا من جوايا فعلا مش زعلان. اول نقطه عايز ارد عليها بالنسبه للاخ جان وحكايه ان انا اؤمن بقتل المرتد. معلش بس الفكره دي عايز اوضحها كويس عشان خاطر يعني تبقى واضحه ليك كصديقي جان، وتبقى واضحه للناس اللي بيسمعوني، وانت عارف ان انا بعتز بصداقتك جدا. المرتد التارك لدينه، المفارق للجماعه، انسان مسلم ترك الاسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده شيء بينه وبين نفسه، ملناش عنده اي حاجه. انت عايز تبقى مسلم، انت عايز تبقى كافر، عايز تبقى بوذي، عايز تبقى مسيحي، مع نفسك يعني، ده شيء يرجع لك في الاخر، لو في حساب وعقاب انت اللي حتشيل شيلتك، عقاب وحساب خلاص كده كده مش هتفرق حاجه، لكن ما تجاهرش بالحادك من اجل عداء المسلمين، وحتى لو حتجاهر بالحادك ما تجيش تشتم يعني. انا يعني انت يا جان مثلا حتستحمل مثلا لو انا شتمت والدك وانا ما اعرفش والدك؟ طيب اذا كان الله السؤال اذا كان الله رسوله، يا جان كمل، وصلت الفكره، اذا كان الله رسوله عندي من اهلي يا طه حبيبي، الفكره وصلت في اتصالات كثير بصراحه، الفكره وصلت هلا في حد في حد الرده، يعني انت عم تقول خليها بينك وبين نفسك. طيب انت يا مسلم ليش ما تخلي ايمانك بينك وبين نفسك، ما تطلع الجوامع يعني وكل يوم خمس مرات تسمع العالم كله؟ يا اخي في ناس كثير من المؤمنين في الجامع اللي بيكونوا مسلمين، انا مش بمسك الناس في الشارع اللي ماشيه، تعال يا حبيبي اؤمن بالاسلام، تعال يا حبيبي قل لي يا الصلاه الخمسه، تعال يا جان خذ، تعال تعرف الصيام تظهر تظهر ايمانك على على الملأ، وما حدا بيعاقبك، ما حدا بيسالك ايش عم تظهر. انا لانه برنامج واحد سويته الجهر بالالحاد، بتعرف كميه الانتقادات وكميه الهجوم وكميه بالصحافه وهون بالفيس وباليوتيوب، يعني انا مسلم ومؤمن بالله وبتابع البرنامج بتاعك، وكلمتك في الموضوع ده يا جان وقلت لك الفكره كلها ان انت بتدعوني الى اللي انت شايف انه خير، وانا بدعيك اللي انا شايف انه خير، فندعو بعض المفروض بطريقه مهذبه يعني. انت لا تؤمن بالاسلام، طريقه مهذبه انه تقول انما المشركين نجس، هي مهذبه برايك؟ يعني هذا قرانك بيقول انما المشركين نجس، ومثله كمثل الحمار إن حملت عليه ينهق، هالحكي هذا. على كل معنى اتصال آخر من أخ عمران، تفضل أخي عمران. مساء الخيرات، يا ريت علي صوتك عمران. هيك تمام؟ آه تمام تفضل. أول شيء بدي أقول باسم جلدة الحنفية العظيم والصلاة والسلام على نبينا جورج أشرف المرسلين وأصحابه الغر المحجلين. صديقك الطاهر اللي كان عم يحكي من شوي بقى. انا سجلت كثير نقاط، ما بعرف اذا معي وقت احكي. لا ما معك وقت، لانه صدقني في كثير اصدقاء بده يتصلوا. يا ريت احكي باختصار سريع، باختصار دقيقتين هيك. انه العلويين والشيعة هو بالنسبة له ليسوا مسلمين، الحمد لله انه ما هم مسلمين، لانه رغم كل الاجرام اللي عندهم ما وصلوا لربع اللي عملوه المسلمين حتى الان. العلويين كل اللي عم يعملوه هي ردة فعل على فتوى ابن تيمية بقتله، ما حدا في ينكر ليش فتى بقتله. ثاني شغلة، لما نحكى عن انشقاق القمر بظن هو ما نسامع قصيدة أم القيس دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر، والشهو الشاعر اللي مات قبل محمد يعني ما يطلع بثلاثين سنة. الشغلة الثانية لما عم يقول هو مع انه قتل الملحد الذي يعادي الإسلام، ما الآية واضحة، قاتل المشركين كافة ما حدد مين. لا
لما عم يقول لكم دينكم ولي دين، فهي الشغلة طلعت بمكة لما كان محمد ما في عم يرفع راسه بأهل مكة، لما وصل على المدينة هو يقصه مثل ما بيقولوا بالسوري، حمل سيفه يلا نقص بهالروس. أتمنى يجيب لي شغلة وحدة. هلا هو عم يقول 90% من المسلمين معتدلين، أنا بشوف المنافقين والنسبة أبدا مو هيك. المسلمين هن اللي عم يشوفون داعش جيش الإسلام، اللي عم يشوفون حاليا يفزعوا بالعراق. على كل عمران، يا عمران عمران انت اخذنا نقطتين، وبصدقني في اصدقاء كثير عم بده يتصلوا، هم شايفين طه فريسه. لا يا اخي والله ما هو فريسه، طولوا بالكم عليه يا جماعه. اخر شغله جانا، طيب، انه المسلمين معتدلين، لانه الاسلام عم يقول لك اقتل اذبح اعمل باللي ما انه مثلك. لما عم يقول اخر شغله جانا، اخر شغله رح اقولها بسرعه، لما عم يقول انه الجزيه، ما انت اذا ما بتدفع جزية بدك تنقتل. لما اجوا المسلمين على مصر احتلوها، لعنوا ابو ابوها، ما خلوا فيها حدا، بيقول لك كان عاشوا بسلام وكانوا بالصحراء. هالحكي ابدا مو صحيح، راجع التاريخ بعدين يجي. طبعا مو تاريخ اسلام، التاريخ الحقيقي. شكرا. طيب شكرا كثير اخي عمران، وتفضل الميكروفون معك حبيبي جان. يعني أنا تكلمت في حكاية المسلمين لما دخلوا مصر، وأنا قريت كتب كثير وكتب لمستشرقين، مش بس كتب لمسلمين، ده غير إن أنا واحد عايش في البلد دي وشايف الحضارة والتاريخ بتاعها قدام عيني، وشايف الأدلة قدام عيني، وشايف حضارة الفراعنة قدام عيني. مفيش أي دليل، يعني لو تكلمنا على علم الحفريات زي ما أنتوا بتقولوا، يعني اللي بيثبت نظرية داروين، ما انا شايف الحفريات اللي قدامي، المعابد يعني والأديرة والكنائس. طب وليه عمرو بن العاص، وده كان واحد من المسلمين الاوائل، يعني بفكركم انتم بتفكيركم ان دول دواعش الاوائل بقى، ان دول الاساس بقى، يعني البؤرة اللي طلعت منها داعش، كان المفروض يعني هو اولى الناس اللي لما دخل مصر يكسر كل الكنائس ويكسر المعابد لا، التاريخ مذكور عندنا كويس على فكرة. ده غير ان التاريخ الإسلامي من أكثر التواريخ اللي بتبقى موثقة بشدة. يعني أي رواية عشان تتأكد انها صحيحة لازم تكون يعني مروية من ناس. طيب شكرا كثير على كل الصوت انقطع معنا اتصال مستعملتهم ما بتاخدش التاريخ. تمام اخي 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 احنا بيدرسونا. طيب تفضل اخي، لانه الصوت انقطع. تفضل. معلش يا جان، ريت اسمع لحسن، وبيقولوا لي ان سيدنا عمر بن الخطاب انتصر للشاب القبطي على عمرو بن العاص، وده كان حاكم مصر وده خليفه المسلمين، وقال له اضرب ابن الاكرمين، وقال له عمرو بن العاص ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. طب ليه بيدرسوا لي الكلام ده في كتب الإسلامية إذا كان الكلام ده مش حقيقي؟ إني أقتل الآخر وأذبح الآخر، ليه يقولوا لي إن عمر بن الخطاب عمل كده؟ ودي قصة حقيقية حصلت ومروية في التاريخ الإسلامي، إن الشاب القبطي راح اشتكى لعمر بن الخطاب اللي هو خليفة المسلمين، وقال له إن ابن عمر بن العاص، ابن عمر بن العاص ده يعني وقتها كان زي جمال وعلاء مبارك مصر، ودول أولاد جمال وعلاء مبارك، ضرب الواد وقال له أتسب ابن الأكرمين، فراح اشتكى قال له اضرب ابن الأكرمين، وبعد ما قال له اضرب ابن الأكرمين قال له اضرب أبوه عمرو بن العاص نفسه. الشاب القبطي مرضيش يضربه، قال أنا ما عمرو بن العاص ما أسأليش، اللي أسألي ابنه وضربني، قال له اضربه عشان ما عرفش يربي ابنه. والشاب القبطي برضه صمم إنه ما يضربش عمرو بن العاص. فازاي يعني العقلية اللي تعدل بين الناس بالطريقة دي تكون عقلية إرهابية وعقلية إجرامية وعقلية لما دخلت مصر؟ شكرا أخي طه. خلينا أخذ اتصال تاني. بصراحة كتير أصدقاء بتصلوا، وأنا بعتذر لكل أصدقائي، يعني أنا بحاول أخذ يعني قدر البقدر. معي الأخ عزت، أخي عزت حبيبنا، طبعا هو كان ضيفنا في البرنامج أكثر من مرة. تفضل حبيبي عزت. عزت انت معي؟ تفضل عزت، اسمعك جيدا، تفضل عزت. اهلا بضيفك. بصراحة يعني أنا... انت سمعني؟ سامعك، تفضل. اهلا بيك، انا سعيد ان اشوفك وشوف ضيفك يعني بالنسبة
بالنسبه لموضوع مصر، تفضل سمعانينك تفضل. مش عارف الصوت بيوصل. تمام، صوتك تفضل، صوتك مسموع جيد، تفضل كمل. بالنسبه لموضوع الضيف، انا يعني انت كل اللي قريته صوتك مسموع يا اخي يا عزت، كمل وخليك لا تسال عن اي شيء اخر، تفضل صوتك مسموع جيدا. كله من المصادر الاسلاميه، لكن هل انت قريت اي مصادر مصريه؟ المصادر المصريه زي يوحنا النقيوسي. ودون كان مصري مسيحي في فترة عمرو بن العاص لما دخل مصر، وكتب على فظائع عمرو بن العاص اللي عملها أثناء الفتح الإسلامي لمصر، وآتى القرى بأكملها، دول مظبوطه تاريخيا. فما نقدرش يعني انت بتفرق بتقول ان الاسلام دخل مصر بالسيف، لكن المصريين نفسهم دخلوا في الاسلام حبا في الاسلام، ودول مناقض للحقيقه، لان انت عندك يا اما الجزيه يا اما القتل يا اما تخش في الاسلام، فما كانش عندهم اختيار. ممكن أظن الصوت شوي كثير ما عم بيساعدنا أخي عزت. مثلا يمكن هم ما ولا هدموا معابد ولا هدموا كنائس، لا، في هدموا معابد وفي هدموا كنائس، وحتى يعني تلاقي المسيحيين الاولينيين مثلا، انا يعني لو رحت مقابر كتير جدا هتلاقي ان المسيحيين اخذوا المقابر المصريه القديمه كانوا عايشين فيها اصلا هروبا من المسلمين. طيب انا بشكرك كثير اخي عزت، بصراحه الصوت شوي ما عم بيساعدنا. تفضل 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 طه، رد على النقطه هي انه الأخ عزت عم بيقول إنه لا بالعكس هدموا كنائس وقتلوا وشردوا، يعني تفضل. الشيء هو برضه بيقرا التاريخ من منظوره هو. أنا هتكلم بس بالعقل شوية، يعني هنتكلم بالعقل والمنطق. المسلمين لما دخلوا مصر عملوا أعمال إجرامية، أكيد هم عملوها بناء على تعليمات دينهم. يعني لو عمرو بن العاص قتل المصريين وهدم الكنائس ووضع السيف على رقابهم، كان أكيد دي هتبقى أوامر من الدين بتاعه. مظبوط حبيبي جان؟ طب ليه في كتبنا الإسلامية بيدرسولنا إن المسلمين لم يفعلوا هذا؟ لو دي أوامر الدين هيقولولنا العمر بالعمر. لا مش هيقولولك يا حبيبي، ده هم زورولك التاريخ. ليه يزوروه إذا كان دي أوامر الدين؟ ليه هيزوروه هيقولولي؟ لو قابلت حكم القبطي في الشارع اقطع رقبته. طيب خلينا نسمع طيب خلينا نسمع سؤالك هذا لو سمحت حبيبي. يا طه اسمعني. من اي حد قصد انا قريت كتب تاريخيه كتبوها في اوروبا، كتبوها المستشرقين مش المسلمين. انا عايز اذكر لي كنيسه واحده هدمها عمرو بن العاص ويوريني التسجيل التاريخي او التوثيق التاريخي للكنيسه دي، اسمها كنيسه ايه وهدمها امتى ومين كان الرهبان بتوعها. اتحداك جميع الكنائس في عهد الرومان اللي هم المسيحيين زيهم ولكن على مذهب اخر، كانوا المصريين بيعيشوا في الجبال والكهنة بتاعتهم بتعيش في الجبال والأديرة بتاعتهم في الجبال، لأن الرومان كانوا بيتبعوهم.
لما دخل عمرو بن العاص مصر رجعوا تاني يعيشوا في المدن. طيب انا بشك دي افتراءات. أظن جاوبت على النقطه هي اخي طه. معنا اتصال من الاخ احمد دنانا. اخي احمد تفضل. اخي احمد ايوه مساء الخير. احمد شرقاوي. ايوه شرقاوي. انا بحبه انا بكره يكون العقلي وقلبي مش عارف هو الموضوع القلب هو دكتور ولا بتاع قلب ولا بتاع ايه بالظبط يعني القلب ده ما بيفكرش ولا بيضخ بيضخ الدم في الجسم عشان الجسم يعيش يا دكتور فده اولا ثانيا الاله بتاعك اللي انت مصمم على ان هو موجود يعني محترم الشديد ليك يعني والشخص يا دكتور الاله ده الله يخليك على الدائره مربعة بلاش دي الاله بتاعك اللي انت بتؤمن بيه ده يقدر يخلق صخرة ما يقدرش يشيلها يعني هو يقدر يخلق صخرة هو نفسه ما يقدرش يشيلها عندي أسئلة منطقية اللي بسألها لك عندك إجابة عليها أهو قبل ما تدعي شيء لازم يبقى عندك دليل عليه إحنا الملحدين بنفكر كده أنا عشان أدعي شيء وأقول يا جماعة الشيء ده كذا وكذا وكذا لازم يبقى عندي البرهان والدليل ما ينفعش إن أنا أدعي كده بناء على أساطير وحكاوي سمعتها زمان وأنا عيل صغير وتقول لي قلبي قلبك ما بيحسش يا دكتور عقلك هو اللي فيه كل الشغل كله مفيش اكتر من كده انا مستني اسمع رده بس على السؤالين دول. طيب شكرا كثير احمد. شكرا كثير حبيبي. شكرا واسفين على التاخير بالرد. شكرا كثير. طيب سؤال واحد وطبعا ساله الاخ احمد وبدنا اجابه صريحه ومنطقيه اخي طه بدون تقول ايمان وما ايمان. هل الله قادر ان يخلق حجرة هو غير قادر على حملها؟ تفضل. ازاي يعني غير قادر على حملها؟ الله يقدر على كل شيء. يعني انت تقول الله قادر على كل شيء. المسلمين لا. يقولون الله قادر على كل شيء. لا. هل هو قادر ان يخلق حجرة؟ طيب بس انا بدي ارد على الاخ وخليك معي اخي زايد. خليك معي بس دقيقة واحدة بدي في سؤال بدي اساله للاخ. هل الهك أو الله قادر أنه يخلق حجرة صخرة هو غير قادر أنه يحمله؟ تفضل. معلش الصوت سمعني جان؟ سامعك أنا ممكن أعيد لك السؤال إذا أعيد السؤال عشان الصوت كان شوية مش واصل. هل الله أنت تقول أن الله هو كلي القدرة هل الله قادر أن يخلق صخرة هو غير قادر على حملها؟ تفضل. السؤال نفسه يعني هو مش منطقي ومش فاهمه يعني ازاي الله قادر على كل شيء انا بشرح لك السؤال خليني اشرح لك السؤال اذا الله قادر كلي القدره معناته هو قادر انه يخلق صخره هو غير قادر على حملها يعني السؤال سؤال الملحد يقول لك اذا الله كلي القدره فلازم يكون قادر انه يخلق صخرة كبيرة هو ذات نفسه غير قادر على حملها. تفضل. طيب اوكي انا طه عبد الحميد امتلك حاجات لا يمتلكها الله فيبقى انا اعلى منه؟ اذا انت المسلم يدعي انت وما تملك ملك لله فكيف لا يملكها الله يعني معناته انت اصلا كافر الله يعني. انا لدي ابناء الله ليس لدي أبناء أنا لدي أب وأم الله ليس لدي أب وأم أنا لدي زوج ليس سؤالنا وما له علاقة بالسؤال يا أخي طه خليك دارك بالسؤال قلنا لك بدون ما تزيح مثل الإخوان المسلمين جماعة مرسي في سؤال دارك هل الله شوف هل الله قادر أم غير قادر جاوبني بنعم أو لا الله قادر أن يخلق حجرة كبيرة بحيث لا يستطيع هو حملها هذا سؤال غير منطقي لا يجاوب عليه جدا منطقي جدا أنت فكر فيها منطقي جدا بس جاوبني بنعم أو لا جاوبني بنعم أو لا أنا بفكر فيها بس لها إجابة يعني ما. سؤال غير منطقي سؤال مطروح وعلى كل مسلم لازم يفكر بهالسؤال هذا وأنا بتمنى منك إجابة هل الله قادر أم لا نعم أو لا يعني جاوبني بنعم أو لا الله قادر أن يخلق حجر كبيرة قدريا على حملها ولكن
فعلا يستطيع حمله؟ أظن الإجابة ده. لا لا، الإجابة بنعم أو لا، هو هل هو قادر أم غير قادر؟ جان بلاش اللعبة دي، أنا ما بدي منك جان، قل لي جاوبني دايركت، سؤال كتير كتير مهم، يا ريت تجاوبني عليه أخي حكمت. أخي طه تفضل. قال الله أعلم فقد أفتى، الله أعلم معناته ما عندك من موقفته، هذا ما موقفته، هذا قل أنا لا أعلم، لا تقول الله أعلم. لا أنا لا أعلم إجابة هذا السؤال بصراحة. أنا بجاوبك، أنا إذا حتى على الحالتين جوابك إذا كان نعم قادر فهو ليس بكلية القدرة، لأنه غير قادر يحمل الحجرة اللي هو خلقها، وإذا قلت غير قادر فهو يعني إجابة سريعة أنه هو عديم ليس كلية القدرة، وعلى الحالتين إلهك ليس كلية القدرة. على كل حال معنا اتصال من الأخ زايد، خلينا نأخذ الأخ زايد. تفضل أخي زايد. مساء الورد، أهلا وسهلا، تفضل. بالنسبة لموضوع تفسير النصوص، ضيفك بيحكي انه يعني انه كأنه بس داعش اللي هي فهم الموضوع غلط، يعني داعش اللي فهم القرآن غلط وهي اللي عم تقتل وتعمل اشياء مش منيحة باسم الدين. لكن عندي سؤال يعني مهم، يا ريت يجاوب ضيفك عليه، انه اذا كان المليار ونص مش كاينين يتفقوا على تفسير واحد للقرآن، فهل المشكلة بالنصوص بالقرآن ام المشكلة بالمليار ونص مسلم؟ وإذا كان المشكلة بالمليار ونص مسلم، فهل طائفة واحدة منهم اللي هي الصح والباقي كلهم غلط، ولا كيف الموضوع؟ يعني يا ريت يفسر لي إياه، وشكرا كثير لكم. شكرا حبيبي زايد. وصلك السؤال؟ وصلني السؤال، والرسول عليه الصلاة والسلام يجاوب على هذا السؤال، وقال إن يعني هذه زي على أمتي 70 طائفة كلهم في النار إلا واحدة في الجنة. يعني في زمان حياتي حيبقى المسلمين طوائف عديدة جدا 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 جدا، وكل طائفة بتقول إن أنا الإسلام الصحيح، وده حديث صحيح في صحيح البخاري إن الرسول قال حياتي زمان على أمتي يبقوا فرق وطوائف كثيرة جدا، وكل فرقة وطائفة بتقول أنا الإسلام الصحيح، والرسول قال كل هذه الفرق على ضلالة في النار هي النجية. أظن يعني يعني الحديث واضح يعني وفسر، يعني الناس هتختلف على تفسير القرآن، الناس هتختلف على تفسير النصوص، فرقة واحدة اللي هتفهم التفسير الصحيح. أنا أحسب نفسي يعني من هذه الفرقة، أن أنا راجل لا إرهابي ولا بمشي أدبح في الناس، وبتكلم مع كل الناس، بتكلم معاك. أسألك سؤال أنت يا جان. تفضل تفضل. من حديثك معي معنى مفاجأة لك أخي طاهك، معنى مفاجأة كثير عظيمة لك. عندي مفاجأة عظيمة لك بصراحة، يعني في نبينا نبي جلدة الحنفية معنا ورايد يكلمك، أنت بتحب تكلمك. تفضل نبينا، تفضل. السلام جلدة الحنفية على كل من اتبع هدى جلدة الحنفية. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلدة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الجلدة فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، طبعا أحيي جان تحية كبيرة جدا. حبيبنا نبينا. والدكتور طه أول مرة أشوفك، أنا يعني واضح إن أنت إنسان طيب جدا وإنسان محترم. الله يخليك، يعني فيك جورج. كبير جدا عن الناس. جورج دقيقة واحدة بس، على يمينك بالتعليقات جورج، يا جورج 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 دقيقة واحدة. طه يا ريت تساوي ميوت للتليفون، لأنه بس عم بصير تشابك بالأصوات. تفضل جورج، تفضل حبيب جورج. كنت بقول للدكتور طه واضح إنه إنسان محترم جدا يعني، وطيب جدا، ومختلف تماما عن المسلمين اللي معانا على الفيديو دلوقتي اللي بيتفرجوا. بص كده تعليقات المسلمين شكلها ايه، وردود المسلمين وكلام طريقه كلام المسلمين، فواضح ان هو انسان محترم يعني. انا احييه كتير على احترامه. على فكره جورج، وسعه صدره وخلقه العظيم. جورج الدكتور طه هو اللي طلب المناظره معك يعني. من عناية، حاضر. قلت لي يوم الاحد الجاي، فانا قلت له يوم الاحد، وقلنا لحالنا نسوي حوار بس حاليا يعني انا وهو. ماشي، من عناية، حاضر. تمام جورج، شكرا كثير حبيبي. ليا الشرف ان انا
نظر مع شخص محترم زي الدكتور طه. اكيد 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 هو شخص كبير. في بس تعليق سريع عايز اقوله. اتفضل اتفضل. معلش انا جيت متاخر. اتفضل. انا لقطت في بدايه الحلقه بس من الجزء اللي كنتوا بتتكلموا فيه عن مصر وازاي اخلاق المسلمين العظيمه اللي كانت في مصر بقى وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب وقد ايه بقى هم كانوا رائعين وعادلين وبتاع. يا دكتور ده التاريخ ده تاريخ مزور كتبوا المسلمين بس عشان يحسنوا الصوره القبيحه العفنه والاجرام اللي قاموا بيه رعاع الصحراء لما دخلوا بلد زي مصر. لو تقرا كتب محايده بعيد عن التاريخ الاسلامي، اولا الدكتور طه اكيد يسمع عن حاجه اسمها العهده العمريه. اكيد العهده العمريه دي اللي عملها عمر بن الخطاب، وكانت تنص على ممنوع بناء كنائس جديده، الكنيسه التي تهدم لا تبنى، المسيحي لما يمشي في البلد يوطي راسه يلبس حاجه على وسطه، الاسس يعلقوا صلبان كبيره وزنها كبير وصلبان حديد وزنها كبير وتتعلق في رقبتهم عشان تبقى حانيه داره وحانيه رقبته، ودي حاجه تلاقيها في الكنيسه الارثوذكسيه لحد النهارده. فعلا القسيس الارثوذكسي بيبقى لابس صليب كبير، دي حاجه بقى لهم من ايام الفتح القذر، فتح الاسلام القذر لمصر. ف لا يا دكتور ما كانوش محترمين يعني ولا كانوا بيعاملوا الناس كويس، بالعكس هدموا كنائس كتير جدا. اقرا التاريخ المسيحي في الوقت ده، روح اديورا زي دير مريمينا في مريوط واقرا على المكتوب على الجثث اللي هم حاطينها شهداء العهد الاسلامي، شهداء الفتح الاسلامي، لان دايما كل مجموعه كده حاطينها في ريفات وبيكتبوا عليها شهداء العصر الروماني، شهداء مذبحه مش عارف ايه، هتلاقي دول مكتوب عليهم شهداء الفتح الاسلامي كتير جدا، خصوصا في الصعيد، اباد قرى بكاملها في الصعيد. عمرو بن العاص كان يقال عنه انه كان بيخرج جمال مليان بقى محمله ذهب من مصر وبيسال الخليفه اعمل ايه في الفلوس دي كلها. وكان من الرسائل اللي كان بعتها عمر بن الخطاب بيقول ان عمرو بن العاص فاتح لنا بوابه الذهب من مصر. كانوا بيجيبوا الذهب ده منين مثلا؟ كانوا بيحفروا ويطلعوه؟ كانوا بيشتغلوا ويجيبوه؟ لا طبعا، كانوا بيجبروا الناس انها تدفع الجزيه ذهب. الموضوع ما كانش بالبساطه دي يا دكتور. وبص على المسيحيين النهارده وشوف اللي هم فيه، شوف المعامله اللي هم بيتعاملوها لحد النهارده من 1400 سنه لحد النهارده، دي بقايا العهد العمريه وبقايا الغزو. فما تقدرش ابدا تقول ان هم كان في شاب قبطي. ماذا كان اسم هذا الشاب القبطي؟ اين كان يسكن هذا الشاب القبطي؟ هي مجرد تخاريف زي تخاريف انشق القمر وتخاريف البراق وتخاريف كل الحاجات دي اللي ما فيش عليها اسم، زي محمد حسان ولا الزبي لما يطلع يقول لك الدكتور جون ولا عالم ما في جامعه ما في بلد ما اكتشف مش عارف ايه، هي نفس التخريف اللي هي قصص مفبركه عشان بس يبرروا المذابح اللي كانوا بيعملوها ويبرروا الاجرام اللي كانوا بيعملوها. انا متشوق للمناظره معاك يا دكتور، وتحيه كبيره جدا لبرنامج الجهر بالالحاد والصديق العظيم جان وكل المتابعين. حبيبنا جورج، حبيبنا جورج، مياتك مياتك، رشرش علينا يا جميل. بركات جلدة الحنفية تكون مع جميعكم. أكيد 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 إني أجهش بكاء يعني يا حبيبي جورج، أنا لما أسمع صوتك صوت النبوة صدقني صدقني أرتعش ارتعاشا يعني. حبيبي جورج ماشي، سلامات سلامات حبيبي جورج. طيب أنا طه تفضل. أنا راح، طيب أوكي راح أخذ آخر اتصال. يا ريت الاخ سامي، يعني انا مبسوط المداخله دي، بس ناخذ المداخله الاخيره، ناخذ المداخله الاخيره اخر مداخله. طب اوكي بس يا ريت الاخ اخي سامي تفضل. شكرا. تسمع الصوت واضح؟ اسمعك صوت جيد رائع، تفضل. اوكي عزيزي، تحياتي لك ولضيفك الشجاع، لان ما كثير مسلمين يريدون صحيح يناظرون، وانا اعرف معقول يعني هو ليست مناظره، كان حوار بيني وبين الافكار، حتى حوار لا يقبل. صحيح صحيح، عامه يتهربوا، لان فهمت. انا حقول لضيفي العزيز مع تقديري واحترامي لك، لقد انت طبيب يا عزيزي، لقد صدمتني بكلامك قتل المرتد. مع احترامي لك، من يقول قتل المرتد مهما يكون فهو دموي ارهابي، هو ارهابي غمطوط كده يعني. سامحني جون ما سمعتك. الاخ طه ارهابي بس ارهابي زغنطوط. لا حبيبي، يبقى دموي، ترهبون عدو الله وعدوكم، وإرهابي هو يؤمن بها، فلهذا سمح لي أخي، إذا تؤمن بالآية هذه أنت إرهابي.
ارهابي ارهابي سامحني كل احتراماتي، انا حتكلم على قتل جست بالسر على قتل الردة. يا حبيبي انا ما اسمعك انت ولا شيخك الازهر ولا شيخك شيوخ النكاح وشيوخ بول البعير وارضاع الكبير، ما يهمني فيهم، انا يهمني في النصوص القرانيه وحديث والصحيحين والسيره النبويه لابن هشام المقول على ابن اسحاق، هذا اللي يهمني ابن تيميه. حنكلمك من هيك، ما نكلمك من تحب تجمل الاسلام، هو فالاسلام كاللحم الخانس تعمل عليه وفح يبقى خانس، فهمت؟ أنا قتل المرتد حبيبي كما قال صديقي جون، من بدل دينه يقتل، وآية المائدة من يحارب الله ورسوله أو يعيث في الأرض فساد أن يقتل ويصلب وتقطع أيديه ورجله من خلاف. وهذا القرضاوي في الجزيرة مع أكبر العلماء قال المرتد يقتل، ما تقول لي إسلامك أنت الجديد 2016 يعني. هو سامي هو لا ينكر حد الردة، هو يقول لازم الحاكم هو اللي يقتل ليس أي شخص. الحاكم يعني. الحاكم ولا هو مجرم إرهابي دموي؟ راجعوا أنسانيتكم، راجعوا أنسيتكم، إنسانيتكم، إنكم إرهابيون تقولون هذا، ما هذا الكلام؟ إنكم دمويون، ما هذا الكلام عزيز جان؟ هذا معقول؟ راجع إنسانيتك يا صاحبي بالاحترامي، واللي يقول هيك وحتى محمد يرجع إنسانيتكم قبره. فلهذا قتل المرتد أوكي، أنا حقول على الله كلمتين على الله، كيف الله هو صنم أنا أشتم فيه 3 سنوات وأعمل فيه هو وأنا من أحسن الأحسن ماديا كل شيء يعني، فهمت؟ هذه يعني صنم. الحاجة الثانية، هل أنت تأمل بإله يا صديقي يقول يقتل أو يصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ هذا إله، هذا شيطان، هذا كلام شيطان. إذا كان هذا كلام الله كيف يكون كلام الشيطان؟ فهمت يعني؟ وكذلك يعني تارك المجرات وكل شيء وتريد بنكاح محمد ومرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وإن أراد النبي لسكحها خالص لك، لما قضى زيد بها وتر وزوجناكها، ينكح بنت مرت زوج يعني زوجة ابنه زيد بالتبني ينكحها، هذا إله يعني؟ والآن الأطفال في سوريا الحضارة، في العراق الحضارة يذبحون، الفقراء يجوعون، أين هو الله؟ هل هو يعني متولي الآن يعمل العادة السرية؟ هو مشغول يا سامي، هو مشغول شايف واحد عم بيشخ هو واقف فمشغول فيه يعني، ما فاضي للأطفال سوريا ولا الأطفال العراق ولا لأي طفل، أطفال أفريقيا يعني ما هو فاضيين الزلمة هذا، الله للأسف. على كل إن أنا بشكرك كثير أخي سامي. أسأل سؤال، الله يخليك يا دقيقة ما تخليها لي، السؤال امبورتون مش تكلم كثير. شوف صديقي الطبيب المتعلم الجامعي، أسألك سؤال بس وقل لي بصراحة، ما تقول لي مؤمن أنا مؤمن يعني نؤمن، لا قل لي بصراحة، هل تؤمن بحمار مجنح طار للسماء ورجع وما رأى الكرة الأرضية مدورة يعني يقول الأرض وسطحة؟ والحاجة الثانية، هل تؤمن ورجع يعني ونام يعني طار للسماء السابعة جناح بغل مجنح وطار ورجع، هل تؤمن صديقي بنملة في القرآن هذا يعني أسلمت جيش تكلمت، هل تؤمن بصخرة ولدت ناقة؟ ناقة ولدت صخرة. هل تؤمن بحمار محمد كعفور اللي يكلمه؟ هل تؤمن بيوسف خرج من بطني حوتة و في القرآن؟ جاوبني على هذا اللي يخليك شكراً. شكرا حبيبي سامي، شكرا. طبعا انا هي اخر اتصال اخذته اصدقائي، انا وقت الحلقه اظن يعني انتهى، ولكن سوف اخذ الكلمه الاخيره من الاخ طه وجاوبوا على هالاسئله اللي جاء، هل تؤمن بحمار يطير؟ هل تؤمن بناقه صخره تلد ناقه؟ هل تؤمن بنمله تتكلم؟ يا ريت تجاوبنا على الاسئله هي عشان ننهي الحلقه. تفضل اخي. يعني قبل ما اجاوب على الاسئله الاخيره، انا بس كنت احب يعني اقول لك ان انا مبسوط جدا 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 ان انا يعني سمعت جورج بول، وانت عارف كويس ان انا بحبه جدا يعني، وسلام جلد الحنفيه لي اكيد يعني، لاني انا احب احيي كل انسان بالهه. انت بطلت تصير مسلم يعني صرت من تتبع جلدة الحنفيه؟ تفضل طه. فكرة جلدة الحنفيه دي فكره لذيذه يعني، حي فك. انت عارف يعني انا اتكلمت معك قبل كده عن جورج وقلت لك انه انسان محترم وانسان مثقف، هو رايه فيا زي رايي انا فيه بالضبط، انا شايف انه انسان يعني محترم جدا وانسان
يعني اسلوبه حلو في الكلام واسلوبه في التناظر جميل، ولك مهما اختلفنا يعني هو يعني الفطره البشريه الطبيعي جدا الناس زي ما اختلفت في اشكالها واختلفت في الوانها واختلفت في اوزانها انها تختلف في انا بتمنى الاخ طه علاوه تعيد من وقت قبل ما الاختلاف بالافكار لانه انقطع الصوت. تفضل. انا بقول يعني اللي كنت بقوله اني من حق يعني كل انسان ان يامن بما يامن، يعني احنا اختلفنا في اشكالنا واختلفنا في الواننا واختلفنا في طباعنا، فطبيعي ان افكارنا وعقولنا هتختلف، يعني كل انسان يؤمن بما يؤمن به او يكفر بما يكفر به، ولكن دون ان يعني ان يعتدي على الاخر. حتى يعني السؤال الاخير بتاع اخونا تخلي الحاكم يقطع. انا بقول لحضرتك ان هي المساله مساله ايمان. انت يعني انا يعني انت عايز يعني تلحد او عايز تكفر او عايز تؤمن بالمسيحيه، هذا شانك، ولكن ليه بتهاجمني؟ ليه بتهاجم ديني؟ ليه بتهاجم المجتمع بتاعي؟ انت في هذه الحاله اصبحت دي وجهه نظر يعني عضو فاسد في المجتمع بتحاول ان انت يعني تعرف انت المشكله في الملحدين، يعني لو بيتكلموا باسلوب يعني هلا عم تهاجم مجتمعي وليش هتهاجم مجتمعي؟ هل مجتمعك هو قمه في الرقي وانا اهاجمه؟ يعني هل مجتمعك مثلا دين لما لم يهاجمني الي حتى انا رد فعل فقط؟ لست مهاجم، انت تعتبره هجوم، نحن رد فعل. تعرف من اهم المزار المسيحيه في مصر، يعني من اهم المزارات المسيحيه في مصر اللي هو الثلاثة فلاحين، يعني يمكن جورج يعرفهم، دول موجودين جنب بيتي، يعني أنا ساكن جنبيهم. الثلاثة فلاحين دول اللي هم انقتلوا في عصر الشهداء في عصر دقلديانوس، اللي هم رجعوا من كانوا في موجودين بيزرعوا أرضهم ورجعوا للمدينة، لقوا إن دقلديانوس ده قتل كل الناس اللي في البلد، ما فضلش غير هم، فقالوا له قتلنا يعني زي ما قتلتهم عشانك نبقى شهداء زيهم. فقال لهم السيوف خلاص اتكسرت من كتر ما ذبحت الناس، فادوله كل فلاح اداله الفاس بتاعته وقال له خذ اقتلنا، كل واحد يقتل بالفاس بتاعته عشانك يبقوا شهداء زي اهلهم. هذا المزار يعني المسيحي موجود بجوار بيتي، وبتجي له ناس تزوره من جميع دول العالم، فتعودت يعني ان هذا الشيء مكان مقدس حتى لو مسيحي بحترمه جدا وبحترم الناس اللي بتاجي تزوره. ده شيء انا تربيت عليه، ان انا احترم كل الناس، ان انا اسمع لكل الناس. انت غير مؤمن بالله، غير مؤمن بالقران، المفروض انك بتاجي تحط نقط، تقول لي انا غير مؤمن بالقران عشان 1 2 3، عشان المذابح اللي بتحصل، عشان الفكر الارهابي اللي في الاسلام، عشانك ليه ربنا سايب الحروب والاوبئه. لما يكون اسلوبك في الكلام بالطريقه الراقيه دي والطريقه الهاديه دي، انا كمسلم حسمع لك وابتدي اتناقش معاك، وفي الاخر ايه انا حتستفيد، انت حتستفيد، المهم في حد فينا حيستفيد انه يوصل للحقيقه. ولكن انا اكون معتقد ان الله ورسوله احب الي من نفسي، واحب الي من اهلي، واحب الي من ابنائي، واحب الي من ابوي وامي، وبداية كلامك انت بتشتم وتلعن فيهم وتتمسخر منهم، فانت كده قفلت باب الحوار من الاول. يعني انت كده قفلت باب الحوار من الاول. اللي انا عايز اقوله يعني طبيعي جدا ان احنا نختلف، طبيعي جدا، ده الطبيعي. يعني ده انت صوابعك الخمسة اللي في ايدك مش شبه بعض، مش انا وانت نكون شبه بعض، انا شكلي يختلف، اللسان بيختلف، اللغة بتختلف، طبيعي الثقافة بتختلف، العقل بيختلف. يعني حتى سؤال انك تؤمن بالغيبيات، قلت لك يعني ان في بغلة تطير الى السماء وان في حجر يولد، انا امنت باللي اصعب من كده، امنت بفكرة الغيب نفسها. يعني انا امنت بفكرة الغيب نفسها، امنت ان في جنة وفي حياة اخرى، فبديه ان يعني امنت باللي هو اصعب. وانا شايف برضه ان الملحدين بيؤمنوا بشيء غيبي، يعني نظريه التطور انا من وجهه نظري يعني حتى هذه اللحظه شيء غيبي، شيء غيبي. انا ما يعني بس انا هاجل الكلام في نظريه التطور والاعجاز. على كل مساله نظريه التطور راح نطرحها في معك انت وجورج بالمناظره، يعني حتضر له نظريه بول. اوكي اخي طه، انا بعتذر منك لان وقت البرنامج انتهى بصراحه. انا محدد ساعه ونص يكون البرنامج.
بشكر كل الناس اللي شتموني، يعني حتى الناس اللي تكلموا عني بطريقه وحشه انا بشكرهم وبقول لهم ميرسي جدا، انا مبسوط ان انا كنت معاكم. بس عايز اقول لكم ان اللي كان معاكم النهارده ده مسلم، يعني زي مسلمين كتير احنا لا بنذبح الناس ولا بنقتل الناس. حتى الحاله الوحيده اللي انا اؤمن بها في القتل هي قتل المرتد، الحاله الوحيده انا اؤمن ان الحاكم اللي يطبقها، مش الناس بصوره همجيه في الشوارع تمشي تدبح في بعض. لا. طيب أخي طه، أنا بشكرك كثير على كل أصدقائي، يعني الأخ طه كان معنا وأنا بتمنى الحاكم فقط ومن حقه أنا. أخي طه الصوت قطع. طيب أنا بشكرك أخي طه، صدقني لوقت البرنامج انتهى، يعني أنا محدد ساعة ونص وصار أكثر من ساعة ونص بكثير، ف ما تأخذني. وعلى كل حال موعدنا لنا لقاءات أخرى معك، يعني رح نكون معنا الأحد القادم. أنا كلمت جورج وجورج وعدني يوم الأحد القادم رح يكون معنا في مناظرة معك أخي. بس تبعت لي أكاونت فيسبوك بتاع جورج بول، عايز أضيفه عندي، يعني أنا ما عنده فيسبوك، صدقني ما عنده فيسبوك. على كل راح اتواصل وراح تحكي معه انت ولا يهمك، يعني ما في اي مشكله، بس هو ما عنده فيسبوك بصراحه، يعني هو لا نتواصل عن الفيسبوك مع جورج. على كل اصدقائي انا بتمنى حتى اصدقاء مسلمين ولكن يكونوا بمستوى الاخ طه باخلاق الاخ طه يجوا يتحاوروا معنا. انا لن اناظر احد، انا ممكن اعمل حوار مثل ما عملنا حوار، ليست مناظره، ومو يعني ما القصد انه نتناظر ونتكلم، ولكن اسئله نطرحها على بعض ونجاوب مع بعض مهما كانت الاراء مختلفه، ما في اي مشكله. انا بتمنى من الاصدقاء يشجعوا ويتفضلوا ويحاورونا، يعني خلونا نفتح باب للحوار. وأنا بتمنى من أصدقائي الملحدين، أصدقاء البرنامج، أصدقاء العزيزين على قلبي إنه ينشرون هالفيديوهات حتى نوصل صوتنا لكل الناس، حتى نقدر نصل لشيء نقدر نوقف فيه هالحروب. يعني هو هدفنا كله نوقف هالحروب هاي بطريقة عقلانية وليس بطريقة طائفية ولا بطريقة تقاسمية ولا شيء من القبيل. بدنا اياها تقف بطريقة عقلانية حتى نقدر ناخذ مجتمعاتنا للرقي وللحضارة ويكونوا مبدعين، واطفالنا يطلعوا موسيقيين كبار ويطلعوا كتاب كبار ويطلعوا مخترعين كبار ويطلعوا كل شيء نتمنى لاطفالنا. فبتمنى منكم اصدقائي ينشروا الفيديوهات وخلونا نوصل صوتنا للناس. اخي طه انا بشكرك كثير حبيبي على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه. شكرا لك حبيبي. شكرا لك، وأشكركم أصدقائي للمتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.